فوز مهم ومميز وسريعا كمان يا كابتن اسلام. انضم لي الكابتن طبعا سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي. كابتن سامي مبروك الاداء والشخصيه اللي بنتكلم عليها، شخصيه النادي الاهلي وانكار الذات النهارده باين بشكل كبير. الجيم بدا ما دخلناش فيه بشكل طيب جدا، لكن مع الاصرار ومع العزيمه ومع التعليمات الفنيه من خارج الخطوط قدرنا نكسب بنتيجه كبيره. كابتن سامي حابب تقول لي وتقييمك للمباراه. الحمد لله الشوط الثاني مميز جدا، يمكن زي ما انت قلت الشوط الاولاني كان في افضل نادي الاتحاد ودي حقيقه، واهدروا كذا فرصه وكان عندهم استحواذ كويس، لكن زي ما انت قلت شخصيه النادي الاهلي اللي انت ترجع تاني وانت بتلعب برضه فرقه كبيره، وده مهم جدا اللي انت بتتكلم في تاني الدوري، راجل بينافس معاك ومنافس معاك فطبيعي يبقى في خصم ويبقى ند ليك. لكن الحمد لله الشوط الثاني اعتقد ان احنا اللعيبه اظهرت شخصيتهم واظهرت شخصيه لعيبه النادي الاهلي، والحمد لله قدرنا نحقق مكسب كبير وكان ممكن نضاعف النتيجه اكتر الحمد لله. الاهلي بيحضر او الجهاز الفني بيحضر لكل مباراه، انا عارف يعني كل مباراه مباراه مهمه، لكن النهارده تختلف معايا او تتفق ان المباراه بالنسبه للاتحاد ترتيبه وادائه المميز جدا على مدار الموسم كان ليه تحفيز شويه وتحضير اكتر من الطبيعه كابتن سامي بالنسبه لهذه المباراه؟ طبعا طبعا اتكلم زي ما بقول لك اللي هو تاني الدوري العام، يعني فرقه عندها فرقه كويسه مكونه فرقه كويسه عندها استقرار فني كويس استقرار اداري كويس، راجل رئيس النادي موفر لهم حاجات كتيره كويسه ودي حاجات مهمه جدا في كره القدم، جهاز فني عنده خبرات واحد من اصحاب الخبرات الكبيره في مجال التدريب خلال الفتره اللي فاتت دي كلها، فاللعيبه عندها دوافع كبيره، ماشيين كويس في البطوله العربيه، ماشيين كويس في الدوري العام، فاعتقد كان ماتش مهم وماتش كبير من الماتشات الكبيره. الحمد لله اللي انت تحقق فيه مكسب ونتيجه كبيره زي دي، اعتقد الحمد لله دي بتدل ان احنا الحمد لله ماشيين في طريق كويس وان شاء الله نواصل ان شاء الله، وان شاء الله ربنا يكملها على خير باذن الله. بجانب مكاسب النقاط اكيد في مكاسب كثيره النهارده، يمكن طبعا الاهلي بيلعب كتيم وورك واحد ما بيلعبش بطريقه فرديه، لكن بنشوف في ديانج بيظهر بشكل طيب جدا، وليد ازارو مجرد نزوله بيحرز اهداف، دي راجعه للجهاز الفني، وده عايز اتكلم معاك يا كابتن سامي لان التحضير النفسي بالنسبه للاعبين بشكل مستمر نقطه ايجابيه تحسب للجهاز الفني كابتن. طبعا وقبل دوت برضه سعد بقى له فتره كبيره جدا ما شاركش، اللي هو يؤدي بالاداء الجيد دوت والثقه والروح العاليه دي اعتقد دي حاجه ايجابيه. ديانج بيواصل زي ما انت بتقول اداؤه الطيب، ودي حاجه كويسه ان هو اللعيب محتاج يلعب مباريات كتيره واخد خبرات وخامه طيبه جدا، يعني ان شاء الله يبقى مباشر ان شاء الله. ازارو نفس القصه، رجوع السولية قفشة اول هدف ليه دي حاجه ايجابيه، فكل الحاجات دي ايجابيه جدا وتحسب طبعا للراجل وتحسب للعيبه اللي هم قدروا ان شاء الله قدروا اللي هم يسجلوا دوت ويؤدوا اداء طيب يعني في المباراه، دي حاجه ايجابيه جدا. كابتن سامي الف مبروك، بنشكر من جديد اكيد.